الحياديه وحياديه كامله حقيقه الامر، حقيقه ما يجري في الداخل السوري بان هناك تقدم لهيئه تحرير الشام والسيطره على قرى وبلدات عده بريف حماة الشمالي، يعني نحو 26 بلده وقريه. ايضا بيان، انا اقرا على الشاشه بيان الجيش السوري او قوات النظام للانسحاب او البيانات للانسحاب من درعا، قد ينسحب من درعا مثلما انسحبت ابطال منه من مدينه حماة. لكن هناك تقدم من قبل هيئه تحرير الشام ل يعني اطراف قرى علويه سوريه بريف حماة الشمالي الغربي، الامر الذي ادى لقصف. كم تبعد سيد رامي حتى نفهم اكثر، كم تبعد فعليا؟ يعني نحن نقول ريف حماة ونتحدث عن اكثر من 16 قريه، صححني اذا كنت غلطانه. 16 بلده وليست قريه، بلده. نعم، ومدينه. اوكي، بلده ومدينه جرى السيطره عليها. طيب، خلال كم ساعتين تحتاج هذه الفصائل من الوقت من الجهد العسكري لكي تتوغل فعليا الى حماة استراتيجيا؟ يعني حسب، يعني اذا كان هناك مقاومه من عناصر قوات النظام التي لا تزال موجوده في حماة غير التي انسحبت، ستحتاج الى وقت طويل، لان كل هذه التقدمات التي رايتيها الان لم تكن هناك اي اشتباكات على الاطلاق، فقط يوم 27 و28 كانت هناك اشتباكات. امس واليوم كل التقدم بمناطق كبيرة جدا لم يكن هناك أي اشتباك. داخل مدينة حلب لم يكن هناك اشتباك، في ريف حلب لم يكن هناك اشتباك، إدلب لم يكن هناك اشتباك، ريف حماة لم يكن هناك اشتباك، بل كان هناك انسحابات لقوات النظام. لذلك عندما نقول بأن يعني نفى الدفاع السوري سيد رامي، الدفاع السوري نفى هذا الانسحاب وقال لم ننسحب، إنما هو انسحاب تكتيكي، فكيف تعلقون؟ يعني اي انسحاب تكتيكي، وانسحبت كل القوات ولم يبقى قوات. يعني انا لدي صديق ضابط في قوات النظام برتبه عميد يسالني ما الذي يجري في سوريا، وهو ضابط في قوات النظام ولا يعلم ما الذي يجري في سوريا، اين القوات؟ اين انسحبت؟ ولماذا انسحبت؟ اين قوات النخبه التي دربتها روسيا وعديدها بال 25,000 مقاتل ويعني خزانها البشر الاساسي في ريف حماة؟ لذلك هناك تساؤلات كثيره على قائد العام للجيش والقوات المسلحه التي تصدر بيانات منه او من الجيش والقوات المسلحه، ان يقول لنا لماذا انسحبوا من كل هذه المناطق، الا اذا كان القائد العام للجيش والقوات المسلحه بين مزدوجين الذي هو رئيس النظام السوري غير موجود في دمشق، هو موجود في موسكو ولا يعلم اذا كان سيعود الى سوريا ام لا يعود. نعم، طيب إذا ما أردنا نتحدث أكثر عن الحصيلة سيد رامي، يعني لو تحدثنا أكثر، قبل قليل تحدثنا عن أكثر من 300 قتيل ربما، يعني صححنا ما هي عدد القتلى، عدد الجرحى وعدد المصابين إلى آخره؟ عدد القتلى كان هناك فقط اليوم بالإضافة لحصيلة الخسائر البشرية 20 عنصرا من هيئة تحرير الشام قتلوا بغارة جوية روسية فجر اليوم على أحد أحياء مدينة حلب. أيضا كان هناك غارة جوية روسية أخرى قتلت 16 مدنيا في مدينة حلب، العدد لا يقل عن 327 شخص قتلوا خلال الأيام الأربعة الفائتة. ولكن بالنسبة لخسائر قوات النظام التي هي 100، هم سقطوا فقط خلال اليومين الأولين من المعركة، يوم 27 و28 في أرياف حلب الغربية والجنوبية. ما دون ذلك داخل مدينة حلب مثلما ذكرنا لم يكن هناك أي قتال لكي يسقط خسائر بشرية من عناصر قوات النظام. طيب بالنسبة لدير الزور سيد رامي، يعني هناك من يقول من ضمن التحليلات الموجودة أنها ربما ستكون أيضا مفتاحا حيويا، كيف تنظرون إلى ذلك؟ وفي دير الزور هناك فرار لعناصر قوات النظام، قبل قليل نشرنا خبر في المرصد حول فرار عناصر قوات النظام الشبان خوفا من زجهم في معارك في وسط سوريا. وايضا دعينا نقول بان الميليشيات الايرانيه لم تعد تشاهد على الاطلاق في دير الزور، لذلك اقول بان هناك شيء ما يحصل، هل نحن في اطار رسم سوريه جديده؟ هل هي نحن في اطار اقامه دوله ديمقراطيه في سوريا؟ ام نحن نسير الان في اطار المشروع لتقسيم سوريا؟ طيب إذا ما أردنا أن نتحدث عن التسابق ربما بين هذه الفصائل وبين قسد على بعض المناطق، أي المناطق من الممكن أن يتم التسابق عليها؟ وهل
من المعقول أو هل فعليا هناك مؤشر خطر لهذا الموضوع؟ لا، بالنسبة لقسد هي لا تتسابق مع الفصائل، كون أن الذين سيطروا على مطار حلب الدولي ليسوا قسد، هم القوات الكردية الموجودة في تلك المنطقة، وليس القوات السورية الديمقراطية المكونة من العرب والأكراد والسوريان ومكونات الشعب السوري. ومن يسيطر على حيي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية هم القوات الكردية، ومن سيطر على بلدتي النبل والزهراء التي كان يقتنهما مواطنون من الطائفة الشيعية هم أيضا القوات الكردية. لذلك نقول لا يوجد أي صراع ما بين قوات سوريا الديمقراطية والهيئة. الهيئة حتى اللحظة لم تدخل في قتال مع قوات سوريا الديمقراطية، ونأمل أن لا تدخل، لأن هناك سيكون شلال من الدماء بين الكرد وما بين الهيئة، وقد ولكن تتحول سيد رامي الأمور إلى قضية. قبل قليل كان هناك تصريح ربما لقصد بأنه إذا ما فعليا دخلت الفصائل إلى بعض المناطق التي تسيطر عليها سيكون هناك رد، فهل تعتقد بأنه هذا نوع من التصعيد أم ربما فقط تصريحات من هنا ومن هناك؟ لا، لأن هناك تهديدات من قبل الفصائل الموالية التركية وليس هيئة تحرير الشام بأنها ستقتحم تل رفعت وتقتحم منبج وتقتحم مناطق تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي، وأن هناك بيانات قالت بأننا سنوحد سوريا وسنقوم وسنفعل. لذلك أقول بأن الجميع يخاف، ولكن الجميع لا يريد نهرا من الدماء. طيب في سؤال أخير قبل أن أعود إلى ضيفي طبعا المحلل والخبير، عندما تنسحب فصائل إيران سيدي العزيز من حلب تجاه البادية، ما هو مصيرها؟ أين ستذهب؟ وما هو التكتيك الذي من الممكن أن هذه العناصر أن تتبعها؟ يعني نحن نتحدث عن أكثر من 60,000 مقاتل كانوا يعملون مع الإيرانيين في سوريا، أين هم الآن؟ انسحبوا من حلب، انسحبوا من إدلب، انسحبوا من ريف حما، أين يذهبون؟ أين سيعودون؟ إلى أفغانستان ولا باكستان وإلى العراق؟ لذلك أقول بأن حتى اللحظة لا نعلم ما مصيرها أو لا، أين سيذهبون؟ وهل سيبقون داخل الأراضي السورية؟ أم هم الآن يخطط لهم للخروج من سوريا في إطار الشرق السوري الجديد أو الشرق الأوسط الجديد؟ والذي هو سوري وتشكل سوريا يعني اللعبة الأساسية بين الدول الإقليمية. نعم. وبين الدول الكبرى في خارطتهم.